أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في درسنا لهذا اليوم إلى طلاب الصف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات. موضوع الدرس نظرية ذات الحدين الجزء الثاني، إعداد الأستاذة سميرة السالم وتقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم فكرتان. أولا، استعمال نظرية ذات الحدين عندما يختلف المعاملان عن واحد. الهدف الثاني، إيجاد حد معين في مفكوك A زائد B أس N. نبدأ معكم الآن في الهدف الأول في درسنا لهذا اليوم، وهي نظرية ذات الحدين. إذا كان N عددا طبيعيا، فإن مفكوك A زائد B الكل أس N يساوي مجموع الK تبدأ من صفر إلى الN. N توافيق الK، A أس N ناقص K، B أس K، وهذه تساوي N توافيق الK. راح تكون N مضروب على K مضروب في N ناقصا K مضروب، وراح تساوي AN زائد N في A أس N ناقصا واحد في B زائد N توافيق الاثنين، A أس N ناقص الاثنين B أس 2 إلى الحد ما قبل الأخير، وهو N في A في B أس N ناقص الواحد زائدا الحد الأخير B أس N. ولدي هنا خواص لهذه التوافيق، وهي كالتالي: N توافيق ال N تساوي N توافيق الصفر وجميعهم بواحد. وأيضا من خواص التوافيق: N توافيق الواحد تساوي إن توافيق إن ناقص واحد، وكلها تساوي بإن. نبدأ معكم الآن بالمثال الأول. أوجد مفكوك H زائد 3 الكل أس 5 باستخدام نظرية ذات الحدين. في البداية راح نقول H زائد 3 الكل أس 5 راح تساوي مجموع الكي، راح تبدأ من صفر إلى الخمسة، خمسة توافيق الـ K، H خمسة ناقص الـ K، هنا حيكون الأس مضروبا في ثلاثة والأس بـ K. راح نبدأ الآن بعملية التعويض، نعوض في البداية بـ K تساوي صفر. إذن الحد الأول راح يكون H أس خمسة، لأنه لما نعوض خمسة توافيق الصفر راح تكون بواحد، وثلاثة أس صفر وأي شيء أس ثالث صفر بواحد. إذا راح يبقى عندي في الحد الأول H أس خمسة زائد، نبدأ الآن بالتعويض بواحد، إذا خمسة توافيق الواحد H أس خمسة ناقصا واحد وثلاثة أس واحد بثلاثة زائد. نعوض الآن باثنين، خمسة توافيق الاثنين H أس ثلاثة، وهنا ثلاثة تربيع زائد. نعوض بالثلاثة، خمسة توافيق الثلاثة في H تربيع في ثلاثة أس ثلاثة. الحد ما قبل الأخير تعويض بأربعة، خمسة توافيق الأربعة في H في ثلاثة أس أربعة، والحد الأخير راح يكون ثلاثة أس خمسة، لأن لما نعوض هنا خمسة توافيق الخمسة بيعطيني بواحد، و H 5 ناقص 5 يعني H الصفر بواحد، إذن يبقى فقط 3 أس 5. نبسطها الآن، H أس 5 زائد 5 توافيق الواحد بخمسة، H أس 4 في 3 زائد 5 توافيق الاثنين 10، H أس 3 وثلاثة تربيع بتسعة زائد خمسة توافيق الثلاثة عشرة، H تربيع ثلاثة أس ثلاثة بسبعة وعشرين، خمسة توافيق الأربعة في H بخمسة H وثلاثة أس أربعة في واحد وثمانين زائد ثلاثة أس خمسة بمئتين وثلاثة وأربعين. انبسطها الآن، H أس خمسة هو أعلى أس زائد خمسة في ثلاثة 15 H أس 4، 10 في 9
90 اتش اس 3 زائد 10 في 27 270 اتش اس 2 5 في 81 اتش، اذا 405 اتش زائد 243. تدريب جديد، اوجد مفكوك 3 a ناقص 2 b الكل اس 4 باستخدام نظرية ذات الحدين. اذا راح نعوض عنها بمجموع k راح تبدأ من صفر وتنتهي بالأربعة، إذا أربعة توافيق الـ k، ثلاثة a أس أربعة ناقص الـ k سالب اثنين b أس k. هنبدأ الآن بالتعويض، أولا الـ k بصفر، إذا أربعة توافيق الصفر، ثلاثة a أربعة ناقص الصفر، إذا أس بأربعة زائد، الآن نعوض بواحد، أربعة توافيق الواحد في ثلاثة A أس ثلاثة سالب اثنين B الكل أس واحد زائد أربعة توافيق الاثنين، إذا بدينا نعوض بالاثنين، ثلاثة A أس أربعة ناقص الاثنين باثنين ناقص الاثنين B أس اثنين. الآن نعوض بثلاثة، إذا أربعة توافيق الثلاثة، ثلاثة A أس واحد أربعة هنا في الأس ناقصا K أي أربعة ناقصا ثلاثة راح يكون واحد سالب اثنين B أس ثلاثة. أخيرا راح نعوض الآن بالأربعة، يكون عندنا أربعة توافيق الأربعة، ثلاثة A أس أربعة ناقصا أربعة يعني ثلاثة A أس صفر وراح تكون بواحد، إذا راح نكتب فقط سالب اثنين B الكل أس أربعة. نقوم الآن بعملية التبسيط. الحد الأول 81 A أس 4، الحد الثاني سالب 4 في 27 A أس 3 في 2 B، الحد الثالث 6 في 9 A تربيع في 4 B تربيع، الحد الرابع سالب 4 في 3 A في 8 B أس 3، والحد الأخير 16 بي أس 4. وراح تساوي 81 A أس 4، نضرب الآن سالب 4 في 27 في 2 يعطيني سالب 216 A أس 3 B، زائد نضرب 6 في 9 في 4 ب 216 A تربيع في تربيع ناقص 4 في 3 في 8 96 A B أس 3. أخيرا الحد الأخير 16 B أس 4. تدريب، أوجد مفكوك 2X ناقص Y الكل أس 5 باستخدام نظرية ذات الحدين. إذا راح تساوي مجموع K راح تبدأ بصفر إلى الخمسة، إذا 5 توافيق الـ K في 2x أس 5 ناقصا k في سالب y أس k. نبدأ الآن بعملية التعويض، هنعوض 5 توافيق الصفر 2x أس 5 ناقصا صفر سالب y أس صفر، إذا راح يبقى فقط عندي 2x أس 5 زائد نعوض بالواحد، 5 توافيق الواحد في 2x أس 4 في سالب y زائد نعوض بالاثنين، خمسة توافيق الاثنين في اثنين اكس اس ثلاثة في سالب واي تربيع زائد نعوض بالثلاثة، خمسة توافيق الثلاثة في اثنين اكس اس اثنين في سالب واي اس ثلاثة زائد خمسة توافيق الاربعة اثنين اكس في سالب واي اس اربعة. الحد الاخير راح نعوض بالخمسة، وخمسة توافيق الخمسة بتروح بواحد، اثنين اكس اس خمسة ناقص خمسة برضو بواحد، يبقى عندنا فقط سالب واي اس خمسة. الآن نقوم بعملية التبسيط، اثنين اكس اس خمسة، الاثنين اس خمسة باثنين وثلاثين اكس اس خمسة، الآن خمسة توافيق الواحد بسالب خمسة ستاشر اكس اس اربعة واي زائد
خمسة توافيق الاثنين عشرة، اثنين إكس أس ثلاثة هي بثمانية إكس أس ثلاثة واي تربيع، خمسة توافيق الثلاثة بعشرة، اثنين إكس تربيع هي بأربعة إكس تربيع واي أس ثلاثة، ونكتب البداية بالسالب، زائد خمسة توافيق الأربعة بخمسة في اثنين إكس في واي أس أربعة، وفي الأخير ناقص الواي أس خمسة. نبسطها الآن، الحد الأول راح ينزل 32 إكس أس خمسة، 16 في سالب خمسة في سالب 80 إكس أس أربعة واي، 10 في ثمانية بثمانين إكس أس ثلاثة واي تربيع، سالب 10 في 4 بسالب 40 إكس تربيع واي أس ثلاثة، 5 في 2 بعشرة إكس واي أس أربعة، وفي الأخير بسالب واي أس خمسة. الآن بنبدأ معاكم فكرتنا الثانية في هذا الدرس، وهي إيجاد قيمة إحدى الحدود في مفكوك ذات الحدين A زائد B الكل أس N. كنا نوجدها باستخدام التعويض، وكان الحد الأول هو T1 زائد الحد الثاني T2 زائد الحد الثالث T3 إلى الحد ما قبل الأخير وهو TSN، والحد الأخير هو TN زائد 1. الآن لو نبغى نوجد واحد من هذه الحدود راح تكون الصيغة كالتالي: T R زائد 1 يساوي N توافيق الـ R، AS N ناقص الـ R BS R. بكذا نقدر نوجد حد معين في نظرية مفكوك ذات الحدين. سؤال: أوجد الحد الرابع في مفكوك A زائد 2B الكل أس 8. إذا نبدأ الآن نوجد المعطيات في هذا السؤال. قيمة الـ N تساوي 8، قيمة الـ R هو يريد الحد الرابع، إذا الـ R زائدا 1 يجب أن تكون قيمتها بأربعة، إذا قيمة الـ R هنا تساوي 3. إذا نكتب الآن الصيغة: الحد الرابع، إذا 3 زائدا 1 يعطيني الحد الرابع يساوي N توافيق الـ R A أس N ناقص الـ R B أس R. ابدأ بعملية التعويض، الحد الرابع يساوي 8 توافيق الثلاثة، A أس 8 ناقص الثلاثة 2 B أس 3. 8 توافيق الثلاثة هي 8 مضروب على 3 مضروب في 8 ناقص 3 مضروب، وتساوي 8 في 7 في 6 على 3 في 2 في 1. A أس 8 ناقص 3 ب A أس 5، 2 ب أس 3 يعني نكعب الاثنين بثمانية ب أس 3 وتساوي 448 A أس 5 ب أس 3. تدريب: أوجد الحد الخامس في مفكوك X ناقص Y الكل أس 9، إذا قيمة الـ N هنا راح تساوي 9، يريد الحد الخامس، إذا قيمة الـ R راح تقل بواحد، إذا حتكون بأربعة. نكتب الآن الصيغة: T R زائد 1 يساوي N توافيق الـ R A أس N ناقص الـ R B أس R. ابدأ الآن عوض، قيمة الـ R زي ما اتفقنا هي بأربعة، إذا الحد الخامس يساوي 9 توافيق الأربعة، X أس 9 ناقص الأربعة في سالب Y أس 4. 9 توافيق الأربعة هي 9 في 8 في 7 في 6 على 4 في 3 في 2 في 1. X أس 9 ناقص الأربعة، إذا X أس 5، سالب Y أس 4، إذا راح تكون إشارتها موجب، إذا Y أس 4. انبسطها الآن، راح تكون تساوي 126 X أس 5 Y أس 4. تدريب جديد: أوجد الحد الرابع في مفكوك 2X ناقص 3Y أس 8، قيمة الـ N هنا
تساوي 8. ال R راح تساوي أقل من الحد المطلوب بواحد، إذا R تساوي 3. نكتب الصيغة الآن، T R زائدا 1 يساوي إن توافق ال R، A أس N ناقص R B أس R. ال A هي 2X وال B سالب 3Y. ابدأ بعملية التعويض. الحد الرابع يساوي 8 توافيق الثلاثة. ال A هي باثنين اكس اس 8 ناقص 3، وال B هي بسالب 3Y اس 3. بسطها الآن، 8 توافيق الثلاثة، إذا 8 في 7 في 6 على 3 في 2 في 1. 2X اس 8 ناقص 3 في 5، إذا 2X أس 5 في سالب 3Y أس 3. بسطها الآن، 56 في 2 أس 5 ب 32 X أس 5 سالب 3 أس 3 في سالب 27، والY أس 3 بY أس 3 وتساوي سالب 48384 X أس 5 Y أس 3. تقويم: مثال اختياري، الحد الرابع في مفكوك X ناقص Y الكل أس 8 يساوي. نبدأ الآن بتحديد المعطيات في هذا السؤال. المعطى الأول، قيمة الـ N تساوي 8. المطلوب الحد الرابع، إذا قيمة الـ R راح تقل بواحد، إذا R تساوي 3. الـ A هي بX والـ B هي بسالب Y. إذا نكتب الآن الصيغة، T R زائدا 1 يساوي N توافيق الـ R، A أس N ناقص الـ R B أس R. عوض الآن، الحد الرابع يساوي 8 توافيق الثلاثة، X أس 8 ناقص 3 سالب Y أس 3. نفك الآن التوافيق، 8 توافيق الثلاثة هي 8 في 7 في 6 على 3 في 2 في 1. X أس 5 سالب Y أس 3 وراح تساوي بسالب 56 X أس 5 Y أس 3، وتكون الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى. تقويم: مثال اختياري، الحد الرابع في مفكوك X ناقص 1 الكل أس 7 يساوي. نبدأ الآن كخطوة أولى كتابة المعطيات في هذا السؤال. والمعطى الأول، أن قيمة الـ N تساوي 7. المطلوب الحد الرابع، إذا قيمة الـ R راح تقل بواحد، إذا تكون تساوي 3. قيمة الـ A بX وقيمة الـ B بسالب 1. إذا نكتب الآن الصيغة لكي نعوض فيها، إذا التعويض حيكون كالتالي، الحد الرابع يساوي 7 توافيق الثلاثة، A قيمتها بX، إذا X أس 7 ناقصا 3، والB بسالب 1 أس 3. بسطها الآن، 7 توافيق الثلاثة، إذا 7 في 6 في 5 على 3 في 2 في 1. X 7 ناقص 3 ب 4، إذا X أس 4 سالب 1 تكعيب بسالب 1، وراح تساوي بسالب 35 X أس 4. والإجابة الصحيحة هي الإجابة D. تعلمنا في درسنا لهذا اليوم نظرية ذات الحدين. إذا كان N عددا طبيعيا، فإن A زائد B الكل أس N يساوي مجموع الK تبدأ من صفر إلى الـ N، N توافيق الK، A أس N ناقص الK B أس K، وراح تكون تساوي كالتالي، A أس N زائد N في A أس N ناقص 1 في B الحد الثالث، زائد N توافيق الـ N، A أس N ناقص 2 في B أس 2، إلى أن نصل إلى الحد ما قبل الأخير، وهو N في A في B أس N ناقص 1 زائد الحد الأخير B أس N،
وقيمة إحدى الحدود في مفكوك ذات الحدين يعطى بالصيغة التالية: T R زائدا 1 يساوي N توافيق الـ R، A أس N ناقص الـ R، B أس R. وبكذا انتهينا من درسنا لهذا اليوم. أتمنى أكون وفقت في تقديم هذا الدرس، وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.